بسم الله. دلوقتي معانا موقع اسمه بانزويد، ده موقع هتلاقي الرابط بتاعه اسفل الفيديو. بيديني بكل سهولة ان انا اعمل مقدمة للفيديو بتاعي كأن انا محترف ماكس او محترف مايا، وفي تمبليت جاهزة مجرد بس ان انت بتعدل بعض التعديلات البسيطة اللي تخلي الفيديو ده يناسبك. وليكن مثلا خلينا نختار شكل مثلا زي دوت، في اشكال جاهزة. اقول له افتح لي في الكليب ميكر، تتفرج على الفيديو وتشوف ايه اللي انت عايز تعدله. عايز تعدل الاسم ده بحيث يناسب الحاجة بتاعتك، او تكتب اسمك حاجة مثلا بالشكل دوت. تمام، خلينا مثلا ندخل هنا، هتلاقي ان هو بيقول لك اكتب كل حرف مثلا، وليكن مثلا خلينا نكتب ايجيبت، خلينا نكتب نكتب ايه حرف البي. تمام، حرف البي. وده حرف الاي، هتقول له مثلا اي. تبدأ تغير لحروف اسمك او حروف الكلمة اللي انت عايزها. في اشكال جاهزة بتكتب الكلمة على طول اهيت. هقوله بعد كده بقى شغل لي الفيديو. تمام، في اشكال تانية كتيرة، وتقدر تتحكم في الريزوليوشن، وتقدر تختار الصوت. تقدر تيجي هنا تختار الصوت زي ما انت عايز، اوديو فايل، تختار اي صوت انت عايزه، وتقدر تعلي الصوت، توطي الصوت، الريزوليوشن، كل اللي انت عايزه تقدر تعدله.